تصاعدت الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو خلال اليومين الأخيرين، تحديدا بعد إعلان الهستدروت عن إضراب في مجالات عدة في إسرائيل. فما مصير هذه الاحتجاجات؟ وهل ستعلن نقابة العمال الإسرائيلية عن إضرابات مماثلة لإضراب الأمس في المستقبل؟ الباحث والمحلل السياسي صالح لطفي يجيبنا على هذا السؤال. أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك تصعيد من طرف نقابة العمال الاستدروت في هذا الباب على وجه التحديد، لمجموعة أسباب قسم يتعلق في منظومة الدولة القانونية. ونعلم جميعا أمس أن محكمة العمل أصدرت قرارها في وقف هذا الإضراب وعدم قانونيته. والقضية الثانية تتعلق ب الصيغة الاقتصادية للدولة في ظل الحرب التي تقوم بها على أهلنا في قطاع غزة، والتي أصبحت بشكل واضح وصريح مكلفة للدولة على الرغم من الأموال الهائلة التي تأتيها من الجاليات الصهيونية. على سبيل المثال، الحصر تم جمع مليار دولار من الأمريكيين من أجل دعم هذه الحكومة من أموال الشعب الأمريكي، المقصود هنا وليست الحكومة الأمريكية. ومع ذلك فإن الاقتصاد الإسرائيلي في تراجع مستمر على الرغم من وكأن هناك ثبات معين في المنظومة الاقتصادية الإسرائيلية في ظل انسحاب شركات عملاقة بالذات في مجال الهايتك والأنظمة الدقيقة. وأخيرا، المجتمع الإسرائيلي نفسه منقسم على ذاته بشكل حاد وكبير جدا. ونكاد نقول أن ثلثي المجتمع الإسرائيلي ومن اليمين واليمين المديني واليمين القومي يرفضون هذه الاحتجاجات ويرفضون هذه المظاهرات ويعتقدون أنهم في حرب، وبالتالي يجب الوقوف خلف الحكومة بغض النظر عن تصرفاتها وهويتها. ولذلك هذا الإضراب هو يشكل حالة حرجة في إسرائيل لمجموعة أسباب داخلية تتعلق في المنظومة الداخلية للاستدروت، كما تعمل الاستدروت في عدة نقابات في داخل نقابة عملاقة. وطبيعي جدا أن من ضمن هذه النقابات أو هذه المؤسسات أو المشاركين في هذه النقابات من هم توجهاتهم من غير اليسار أو غير يسار الوسط. وبالتالي هذه الأحجية السياسية في الداخل الإسرائيلي لعبت دورا كبيرا أمس في قرار الحكم من جهة، في قرار الأشب القانوني من المحكمة من جهة، تصريحات سموتريتش من جهة ثانية، وما دار في أروقة الحديث العابر في إسرائيل عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة من عمق العلاقة القائمة بين زوجة نتنياهو وزوجة رئيس الاستدروت. وكان لها أثر كبير في إقناع زوجة رئيس الاستدروت في من السابق لأوان أن إعلان عن إضرابات تمس أمن الدولة وتخلخل الكيان الداخلي أو ما يسمى الجبهة الداخلية. وذلك أنا لا أعتقد أن الأمر سيتكرر، إذا تكرر سيكون وفق اتفاق منظومة معينة. وقد لاحظنا أمس خطاب نتنياهو كيف كان مأزوما ومتشددا، وحتى حالته الشخصية والنفسية كانت جدا متوترة، أولا بسبب الإضراب بشكل طبيعي، ثانيا بسبب الستة الذين قتلوا، ثالثا بسبب خطاب كلمة قالها بايدن في حق نتنياهو كلمة كبيرة، وأخيرا تحركات جالن داخل حزب الليكود في ضرورة فرض أمر ما بشطائر على نتنياهو فيما يتعلق في محور صلاح الدين تحديدا. نعم، يعني بناء على ما تفضلت به، يعني برأيكم الآن ماذا سيكون موقف عائلات المحتجزين، خاصة يعني بعد مقتل المحتجزين الستة، وأيضا في ظل بدء كتائب القسام بنشر مقاطع مصورة لمحتجزين يطالبون نتنياهو بصفقة؟ أختي الكريمة، تعلمين أن عائلات الأسرى والمحتجزين لدى المقاومة هي منذ أشهر تقوم بمظاهرات ترتفع حدتها طارة وتنخفض طارة وفق على ضوء ما يجري على أرض غزة. وهذه العوائل في المنظومة الفكرية الإسرائيلية هي محسوبة على اليسار الإسرائيلي أو بقايا اليسار الإسرائيلي الذي يسكن كيبوتسات غلاف غزة. وبالتالي بالنسبة لليمين الإسرائيلي، سواء كان شعبويا أو شعبيا أو سياسيا، وموضوع ليس بذات أهمية. وطالما سمعنا تصريحات قيادات الليكود و
مختلف الدوائر اليمينية الإسرائيلية بغض النظر عن أيديولوجيتها وخلفياتها، الأدلة تتحدث أن هذه أثمان طبيعية تدفع في الحروب. وبالتالي باعتقادي موضوع العائلات لن يكون ذا تأثير كبير على قرارات نتنياهو. بالعكس، أمس سمعنا ماذا كيف يتحدث ويقول أن الإجراء الثاني سيكون في قطاع غزة هو رفع وتيرة الحرب من جهة، تقليص عدد الجنود من جهة ثانية، والشراء بالسيطرة المادية المعنوية المادية العملية العملياتية على الأرزاق وتوزيع المؤونات في قطاع غزة. فالرجل ومن في حاشيته لا يتأثرون كثيرا بما يدور في الشارع الإسرائيلي من هذه المجموعة، لأنهم يعلمون يقينا حجم الدعم الموجود على المستوى الإسرائيلي سواء من السفارديم أو الشرقيين أو اليهود المتدينين من المجموعات السموتريتش وبن غفير.